كرام، يحتفل العالم في كل عام باليوم العالمي للقلب، وذلك بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على صحة القلب وخفض نسبة الإصابة بأمراض القلب والصدمات. نتابع هذا التقرير مع الزميل عثمان المالكي. ضمن خطة فعالياتها السنوية، نظمت مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة بمناسبة اليوم العالمي لأمراض القلب العديد من الفعاليات المتنوعة لمرضى القلب، وذلك تحت شعار صحتك بصحة قلبك. بهذه المناسبة في اليوم العالمي للقلب تسعد مدينة الملك عبدالله الطبية بإقامة هذه الفعاليات للتنبيه و بعض المشاركة المجتمعية مع جميع الأخوة من مواطنين ومقيمين للتنبيه على أهمية النشاط الجسدي، والذي بدوره يؤدي إلى تقليل من خطورات كثيرة مثل الإصابة بأمراض السكري، أمراض الضغط، وبالتالي أمراض القلب وشرايين القلب. وضمن خطة التحول الوطني وخطط وزارة الصحة، والمطلوب من مدينة الملك عبدالله الطبية أن تقوم بتنفيذ هذه الخطط على أرض الواقع، فتقام هذه الفعالية والتي يشارك فيها العديد من الجهات، والدعوة مفتوحة حتى لجميع الإخوة من الموجودين في مكة المكرمة ومن خارج مكة المكرمة. وهناك فعاليات عديدة ومعرض مصاحب لها سيتم بإذن الله تعالى التوعية من خلاله على التغذية، على نمط الحياة الصحي، وإن شاء الله يكون له فائدة كبيرة لتحقيق أهدافه بإذن الله تعالى. وشملت فعاليات اليوم العالمي لأمراض القلب افتتاح مجموعة من الفعاليات المتنوعة، من بينها فعالية سباق الماراثون وسباق للدراجين ومسابقة خاصة بالغذاء الصحي، كما شملت الفعاليات افتتاح مجموعة من المعارض الخاصة بالتوعية الصحية. مشاركتنا اليوم مع فريق مكة في اليوم العالمي للقلب طبعا مشاركة مجتمعية تعاونا مع الأخوان في مدينة الملك عبدالله الطبية. الهدف منها مساندة مرضى القلب وتوعية الناس بمرضى القلب، أنه لازم أنه يكون في كشف مبكر للأمور هذه، وخصوصا للرياضيين، الرياضيين الممكن يتعرضوا للإجهادات، أو توعية للمجتمع بالنسبة للأمراض السمنة والأمراض المزمنة اللي خطرها كثير على القلب والأمراض الصحية. شاركنا اليوم باليوم العالمي للقلب سباق ماراثوني في مدينة الملك عبدالله الطبية، والمشاركة كانت جميلة من جميع الفرق، المشاركة صغار وكبار السن، الحمد لله رب العالمين. هذا ويؤكد القائمون على فعاليات اليوم العالمي لأمراض القلب على أهمية الاعتناء بصحة القلب والابتعاد عن كل ما يؤثر على نشاطه ودورته الصحية السليمة. كثير من الناس يغفلوا عن علاقة أمراض القلب بصحة الأسنان. نحب نصحح لهم المعلومة أن صحة الفم والأسنان لها علاقة كبيرة جدا بصحة القلب، فالإنسان المهمل لأسنانه له عنده نسبة كبيرة من تعرضه بأمراض القلب. صراحة يعني شيء يثلج الصدر، وهذه الفعاليات يعني قائمة، والمدينة الطبية يعني معروفة مجهودات مكة، يعني المدينة الطبية مجهوداتها واضحة وجلية يعني طوال السنة، فنشكرهم جزيل الشكر ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. وأخيرا يؤكد القائمون على هذه الفعاليات الخاصة باليوم العالمي لأمراض القلب على ضرورة ممارسة الرياضة، التي تعد من أهم الركائز الأساسية للمحافظة على قلب سليم وصحي. لصباح الرياضية، عثمان المالكي، مكة المكرمة. شكرا للزميل عثمان المالكي على هذا التقرير.